ان شاء الله يا اخواني في هذا الفيديو سوف اريكم كيف تنظف اسنانك تخليها بيض بيض بطريقه جدا سهله وبسيطه، يعني تخليها تلمع مثل التنظيف اللي يسووه لك في المستشفى ويمكن افضل، تزيل طبقه الجير وتخلي اسنانك بيضه مثل اللولو. ولكن هذه سوف اخلي لكم اياها، اتركها لكم في اخر الفيديو لانها تحتاج الى شرح واضح ومفصل، ويجب ان تكون تعرف هذا الشيء قبل ان تستخدم هذه الطريقه بيكربونات الصوديوم والملح والليمون. في البداية هذه الطريقة الأدوات البسيطة تساعدك على التخلص من جميع مشاكل والتهابات اللثة وللتخلص من رائحة الفم والحلق الكريهة. لتتعرفوا على هذه الأشياء والأدوات البسيطة التي نحتاجها تابع هذا الفيديو. المكونات التي نحتاجها، نحتاج إلى كلينكس أو فالينة قطن وليست فالينة مصنوعة من البلاستيك، قطن 100% أو كلينكس، ونحتاج إلى أعواد تنظيف الأذن وإلى مقص وإلى خيط تنظيف الأسنان وإلى فرشاة. هذه الطريقة سوف أريكم إياها في الأخير، هذه الطريقة اللي هي بيكربونات الصوديوم والملح والليمون كيف نستخدمها لطريقة تنظيف الأسنان ونخليها تلمع. ثاني هذه طريقة تنظيف وتبييض الأسنان، هذه سوف أتركها لكم في آخر فيديو. أنا طبعا هذه ما أنصح بها إلا الذي أسنانه فيهن طبقة جير كمية كبيرة. في البداية الأدوات التي نحتاجها، نحتاج إلى كلينكس أو فارينة قطن مصنوعة من القطن 100% وليست مصنوعة من البلاستيك مثل هذه الكندورة، ما تصلح، نحتاج إلى فارينة قطن أو كلينكس، ونحتاج إلى أعواد تنظيف الأذنين، ونحتاج إلى مقص وخيط لتنظيف الأسنان. أريكم كيف نقص عود تنظيف الأسنان. هذه الطريقة شوفون، بهذه الطريقة شوفون، وطلع معني بهذا الشكل شوفون، يعني مثل أداة طبيعية للحبر. واضح هنا التصوير شوفون. بعد أن رأيتكم طريقة قص عود تنظيف الأذن واستخرجنا منها هذه الأداة للسحل، هذه نستخدمها في البداية قبل أول بداية أول خطوات التنظيف. نقوم هذه الطريقة نقوم بسحل الأسنان، يعني تتبع أسنانك كلها من الداخل ومن الخارج ومن بين الأسنان إلي ما تخلص، يعني من داخل الأسنان ومن الخارج. لكن أهم حاجة ركز في هذه الطريقة، وأنت تستخدم الطريقة لا تعور اللثة، يعني هذا حاد جدا، لا تجيب عند اللثة، فقط عليك بالأسنان. أتمنى هذا الشرح الخطوة الأولى كانت واضحة. الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية. يمكن في البعض منكم ما راح يعرف يستخدم، لازم اوضح لكم ذا الشيء. نفترض ان هذا هو السن وهذا هو الحد، هذا الجلد هو اللثه، فانت تستخدم تشوفون من هالطريقه ما تستخدمها بالمغلوكه، لا تشوفون من هنا من هنا حد، يعني تسحل بها مثل التنظيف تشوفون وتشيل بها من 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 الاسنان تشوفها، تشوف كذا تشيلها، يعني من هنا تقرب عند اللثه، يعني تجي من تحت اللثه ما تعور اللثه تشوفون. هذا نفترض ان هذا الضرس وتسحله كذا وتشيل منه، راح يجي بعدين يطلع فيه هنا الابيض او الاصفر او الاوساخ الموجوده في الاسنان وتقولبه كذا وراح يطلع بسرعه، وتشيل. هذه الطريقه سهله وتنظف، تتبع من سن الى سن، الطريقه سهله وبسيطه. اهم حاجه انك ما تعور اللثه، اذا عورت اللثه راح يطلع دم وراح تتعور اللثه، اهم حاجه انك ما تعور اللثه، بس تجيبها قريب من اللثه. اتمنى ان هذا الشرح الاول كان واضح. الطريقة الأولى التي رأيتكم إياها أتمنى أن كان واضح كيف نستخدم عود تنظيف الأذن لاستخدام الأسنان بواسطة هذه الأداة ولسحل وإزالة الطبقة من الأسنان. الخطوة الثانية هي كيف نستخدم الخيط، نستخدم الخيط الخطوة الثانية، ركزوا، نستخدم الخيط، نستخرج قطعة خيط وننظف فيها الأسنان من الداخل ومن الخارج، يعني نتبع الأسنان كلها وننظفها بواسطة الخيط. هذه هي الخطوة الثانية، نتبع الأسنان كلها كاملة بعد ما نخلص من الخطوة الأولى. والخطوة الثانية ننتقل إلى الخطوة الثالثة. الطريقة الأولى والطريقة الثانية الشرح كان فيها واضح. الطريقة الثالثة هي نستخدم فيها قطعة كلينكس أو قطعة قماش مصنوعة من القطن. شو نسوي بها؟ نجلس ننظف بها الأسنان كأنك تنظف بمسواك. إذا كان فالينة، طبعاً هاي فالينة القطن هي تشيل الأوساخ أكثر من الكلينكس، لكن إذا ما كان معك فالينة أو ما تبي توسخ فالينة تستخدم كلينكس. فراح كذا كذا تسوي، شوف شو تسوي بقى كذا، تمسك كلينكس كذا كأنك تنظف مسواك، يعني تفت تلمعهن تفتن، يعني سمينا احنا فتن، يعني بعد ما تسوي ما تخلص من الاسنان من الخارج ومن الداخل تتبع اسنانك كلها. فراح تشوف هنا شيء اصفر، طبقه البلاك راح تشوف شيء اصفر هنا في الاسنان.
تنظفت اسنانك. الحين راح اشرح لكم ليش نسوي هالاشياء، لان تسوي هالاشياء لانك تزيل الاوساخ. هذه الاوساخ او هذه البكتيريا، هناك بعض الاحيان شو اللي يسبب رائحه الفنكريه؟ عباره عن بكتيريا تسمى بكتيريا عفنه. فانت بهذه الطريقه، الطريقه الاولى والثانيه والثالثه، نظفت وشلت هذه البكتيريا. الحين باقي شو الخطوه الرابعه؟ الخطوه الرابعه هي التعقيم، نستخدم الملح. هذه تسويها الطريقه الاولى والثانيه والثالثه قبل النوم. بعد ما خلصت من التنظيف، نظفت يعني بشكل تمام، تمضمض اسنانك بماء او ملح 3 مرات ونام. اليوم الثاني راح تشوف اللثه هذه اللي فيك مشاكل، اللي في اللثه كلها رايحه ورائحه الفم مشي. واذا كان معك يعني هذه البكتيريا منتقله الى الحلق، تغرغر، استخدم الغرغره. بعض الاحيان هذه البكتيريا تنتقل من الاسنان توصل الى الحلق، تسبب رائحه نفس كريهه، لان هذه البكتيريا عباره عن بكتيريا عفنه. فانت بهذه الطريقه خلاص عقمت، يعني لما تجي تنام يوم ثاني هذه مشاكل اللثه راح تحصلها ماشيه مختفيه. وهذه يعني اي رائحه في فمك راح تحصل مشي. يعني حتى يعني ايش سويت؟ نظفت اسنانك وعقمت. يعني لما بجيت يوم ثاني الصبح اذا كان في معك مشاكل لثه راح تحصلها رائحه. هذه الطريقه جدا سهله وطبيعيه ومضمونه 100%، ونصحت بها ناس كثير وخليت ناس كثير يسوونها وراحت عنهم هالمشاكل اللي ذكرتها لكم. والان الحين الطريقة الأخيرة التي هي بيكربونات الصوديوم والملح والليمون، وليش ما أنصحكم تسوونها؟ ركزوا في هذه الكلمة، ليش يا حسن ما تنصحنا نسوي هالطريقة؟ ما في إنسان ما يبي يلمع أسنانه، يخليها تلمع، يخليها مثل اللولو، لكن ليش يا حسن ما تنصحنا بهذا نلمع أسناننا وايد؟ وتخلينا نكتفي بهذه الطريقة فقط اللي ذكرتها لكم؟ تابع هذا الفيديو. طبعا يا اخواني هذه الطريقه، ركزوا في الكلام، هذه الطريقه ما يسويها الا اي انسان بيلمع بيسوي تبييض الاسنان ويسويها. هذه الطريقه يسويها الانسان الذي معه طبقه جير في اسنانه، لان هذه جدا فعاله. بسبب هذا التفاعل يشيل طبقه من الاسنان، ما اللي يشيل طبقه الجير فقط، يشيل حتى طبقه الاسنان الخارجيه. فالطبقه هناك طبقه تسمى طبقه المينيا اتوقع اسمها، فهذه الطبقه تحمي الاسنان. هذه يشيل لك طبقه الجير هذه الطريقه، وتشيل لك حتى طبقه الحمايه اللي موجوده خارج الاسنان. فلهذا الشيء انا ما انصحكم اياها، بس يسويها فقط، اكتفوا بالطريقه الاولى، طريقه التنظيف والتعقيم التي خبرتكم بها. اما الانسان اللي معه جير، يعني اسنانه مستفيه جير وايد، فطبعا هذه الطرق الاولى ما تنفع معه. فشو تسوي؟ تسويها فقط مره واحده. والحين راح اشوفكم كيف تبييض الاسنان وازاله طبقه الجير. عباره عن بيكربونات صوديوم، واضح هنا الكتابه. نضع ملعقة من بركيو بيكربونات الصوديوم ونضع عليها الليمون، فتشوفون راح يحصل تفاعل. شوفوا هنا راح يحصل تفاعل، أول ما نضع عليه الليمون راح يحصل تفاعل. شو نسوي؟ نجيب فرشاة الأسنان الحين فرشاة الأسنان فيها ليمون وفيها بيكربونات صوديوم. أنا ما أبي أحطه في أسناني، شوف لأنها تنظف. شوف وننظف بها الأسنان، تجلس تنظف اسنانك كانك بطريقه عاديه. راح يشيل لك طبقه البلاك من الاسنان. شوف تنظف طريقك بهذه الطريقه، تشوفون نظف اسنانك بهذه الطريقه، لكن ما تخلي كثير. المهم بعد ما تخلص من تنظيف اسنانك كلها كامله تروح تغسلها بسرعه بماء، واول ما يخلص عليك التفاعل شو تسوي؟ تزيد خاشو. اول كل ما تصب ليمون يزيد التفاعل، فكل ما تنتقل تحتاج تنظف اسنانك تشيل شوي تفرس ليمون وتنظف لين ما تشيل تتبع اسنانك كامله. هذا الشيء انا خليت لكم هذا في اخر الفيديو، هذه انا ما انصحكم بها. صح اني يلمع لك اسنانك ويخلي لك اياها بيضه بيضه بيضه، يعني يمكن اكثر عن تبييض المستشفى، لكن من انه يعني يشيل لك طبقه من الاسنان، حتى طبقه الحمايه التي تحمي الاسنان من التسوس يشيلها، يعني يلمع. فلهذا الشيء انا ما انصحكم بها، بس الانسان الذي معه كميه كبيره من طبقه الجير في الاسنان في اسنانه وفيها ترسبات اسنانه هو يستخدم فقط هذه الطريقه. اما الانسان الذي معه التهاب وفي اللثه ومشاكل في اللثه ورائحه في الفم والحلق كريهه تسببها بكتيريا عفونه، يستخدم الطريقه الاولى كافيه، يستخدمها قبل النوم ويتمضمض بماء وملح وينام، راح تروح عنه كل هالمشاكل. اتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو، ونتمنى ان الشرح كان واضح، وشكرا جزيلا لكم على المتابعه.